بعد في معنا بالاستوديو ست متسابقين بينهم سيدتان. هلا بدي اطلب من الحضور هدوء تام اذا بتريدوا، بدنا نسالهم سؤال سرعه ونشوف مين بيكون بيناتهم الاسرع. سؤال السرعه هو: رتب الاسم الرسمي للجزائر. الشعبيه، الديمقراطيه، جمهوريه الجزائر. معكم 20 ثانيه. انتهى الوقت، منشوف الترتيب الصحيح. جمهورية الجزائر، الديمقراطية، الشعبية. منشوف الإجابات الصح والأسرع. واحد بس صح، هو محمد حسن. محمد حسن، أهلا بمحمد. شو شكلك مش مصدق؟ كمان بعدك قاعد ناطر عم تطلع، مش مصدق انه انت وحدك؟ مرتين فشلت. طيب كيف استعدادك للمليون؟ يعني مش بطال. هلا اني رح نجلس على هالكرسي نحن والاخ محمد، ولكن بعد ما نتوقف لحظات للاعلان. محمد فائق حسن من السودان، متزوج وعنده 3 بنات، عمره 56 سنه ما شاء الله، مهندس معماري. اهلا وسهلا فيك اخ محمد. اهلا وسهلا. هي اول مره بتجي على باريس؟ نعم اول مره. مين اجى معك؟ جات معي بنتي سلمى. بنتك سلمى، اهلا وسهلا فيك وبسلمى. المسابقه بتعرفها مثل ما قلت لي، كنت دائما مثابر على مشاهده البرنامج في الخرطوم. 15 سؤال للمليون، عندك 3 وسائل مساعده ما تنسى، فيك تتوقف عن المسابقه لما بدك وتاخذ الفلوس. اوكي، ما تجازف ان شاء الله. ايه بدي اذكر المشاهدين انه هني كمان فيهم يشاركوا، بس اذا اتصلوا بالاول بواحد من الارقام اللي عم تشوفوها قدامكم على الشاشه. نحن رح نبدا مع الاخ محمد فائق حسن من السودان، ومن سيربح المليون؟ لقاء الاحبه هو الحجل، الشمل، الوصل، العذل. اجابه رقم 3 الوصل. لقاء الاحبه هو الوصل. شباب صح، صار معك 100 ريال. السؤال الثاني 200 ريال. من أذاع سرا فقد أو فقد؟ أفشى، أمشى، أعشى، أغشى. الإجابة رقم 1 أفشى. أفشى سرا، فقد أفشى سرا، صار معك 200 ريال. السؤال الثالث 300 ريال. ماذا نسمي التيار الهوائي الناعم والبارد في ليل الصيف الحار؟ عاصفة، زوبعة، صاعقة، نسيم. الإجابة رقم 4 نسيم. نسيم، نسيم جواب صح، صاروا 300 ريال. السؤال الرابع 500 ريال. من أسماء هزيمة العام 1967 فما هو؟ الفكسة، نكسة، الركسة، الوكسة. إجابة رقم 2 النكسة. نكسة 67 جواب صح، صاروا 500 ريال. السؤال الخامس بألف ريال، إذا جواب صح ما بتخسرهم. بنشوف السؤال، أكمل المثل: الحرب لوعة، جدعة، ودعة، خدعة. الإجابة رقم 4 خدعة. الحرب وخدعة، الجواب صح، صار معك 1000 ريال. أخ محمد ما تنسى وسائل المساعدة الثلاثة متوفرة، معك 1000 ريال. السؤال السادس ب 2000 ريال. أغنية لعاصي الحلاني فما هي؟ وحياة ربي، حبي كبي، مثل الكذبة، زيح من دربي. هذه سلمى لازم تعرفها. ايه سلمى تكون عارفها. فكرة
في عندك ثلاث وسائل مساعده. ناخذ راي الجمهور. ناخذ راي الجمهور، الجمهور حضروا حالكم اذا بتريدوا اغنيه لعاصي الحلاني، فما هي؟ وحياه ربي، حب كبه مثل الكذبه، زيح من دربي، رجاء اختاروا الان. جمهور اختار لك الرقم 3، اعطاك 94% للرقم 3، 4% رقم 1. جمهور، راي الجمهور. تمشي مع الجمهور. جواب نهائي. جواب نهائي. والله الجمهور رأيته بيحبوا العاصر الحلاني، الجمهور الجواب صح، اعطاك جواب صح، صار معك 2000 ريال. السؤال السابع ب 4000 ريال، بعد عندك وسيلتين مساعده بنشوف السؤال. من القائل؟ واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. ابو الطيب متنبه، ابو فراس الحمداني، ابو العلاء المعري، ابو تمام. تعتقد يا أبا سلمى؟ أبو الطيب متنبي، أبو فراس الحمداني، أبو العلاء المعري، أبو تمام. وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. في معك 2000 ريال، بقى في عندك وسيلتين مساعدة. نتصل بصديق. نتصل بصديق، بمين نتصل؟ دكتور عباس. دكتور عباس، نتصل بالدكتور عباس. وين موجود دكتور عباس؟ الخرطوم. في الخرطوم. وشو بيشتغل؟ استاذ لغة عربية. خلص وهذا بعرف راح يعطيك الجواب ان شاء الله. الو الو، مساء الخير. مساء النور دكتور عباس. اهلا، مرحب. مرحب فيك، كيف احوالك؟ الحمد لله. كيف الخرطوم؟ انا جورج قرداحي من برنامج من سيربح المليون. اهلا وسهلا، مرحب بالاخ جورج. اهلا فيك، اهلا فيك. مش رح نضيع لك وقتك ولا نضيع وقت الاخ محمد. نشكرك على البرنامج الناجح هذا. الله يحفظك، شكرا شكرا. ويحفظك. في معنا الاخ محمد فائق الحسن عم بيشارك معنا بالمسابقه، بده مساعدتك. ان شاء الله. معكم 30 ثانيه بس يبدا بالكلام، تفضل. نعم. محمد. دكتور عباس، من القائل؟ نعم. واني وان كنت الاخير، كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. هل نعم. هو ابو الطيب المتنبي، او ابو فراس الحمداني، او ابو العلاء المعري، او ابو تمام؟ ابو الطيب المتنبي. متاكد؟ واني وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الاوائل. لآت بما لم تستطعه الاوائل. جاوب بسرعه. مش ابو الطيب. حافظوا هو البيت، رجع كرره بس ما قدرنا نعرف اذا كان متاكد او لا. احذف الاجابتين. نحذف اجابتين؟ نطلب الكمبيوتر يحذف له للاخ محمد اجابتين من الثلاثه الخطا. حذف لك ابو الطيب متنبي. بعد في عندك ابو فراس الحمداني وعندك ابو العلاء المعري. واحد منهم قال ابو العلاء المعري. ابو العلاء المعري. نعم. جواب نهائي. جواب نهائي. ليش قلت ابو العلاء المعري؟ هيك حسمتها يعني. يعني بين ابو فراس وبين ابو العلاء حسمتها ابو العلاء، ليه؟ يعني والله احساس هيك، ويمكن يعني بالاول انا قلت مش شاكك في ابو العلاء، لكن في الاخر اتضح انه ممكن يكون هو قائد البيت. نعم. هو فعلا ابو العلاء المعري قائل هذا البيت، صار معك 4000 ريال.
السؤال الثامن ب 8000 ريال، بعد في عندك 8 أسئلة للمليون. السؤال هو: من هو الأمين العام للأمم المتحدة الذي نال جائزة نوبل للسلام في العام 1961؟ فريدج فيلي، داغ هامرشولد، كورت فالدهايم، يو ساند. واحد منهم نال جائزة نوبل عام 1961. ما بقى في عندك ولا وسيلة مساعدة، في معك 4000 ريال، فبدك تقول لنا إجابة رقم 2 داغ هامرشولد. داغ هامرشولد، نعم. جواب نهائي. نهائي. شكلك متأكد. متأكد يعني إن شاء الله. لأنه كان له علاقة بأفريقيا، كان له علاقة بالسلام بالكونغو. داغ هامرشولد. لأنه هو قتل في الكونغو، في الأحداث بتاعت الكونغو بعد ما قتل الرئيس لمومبا. بتصور إنه هو اللي. جوابك صح وصار معك 8000 ريال. السؤال التاسع ب 16000 ريال. من ذكور الأحياء البحرية لكنه هو الذي يحمل البيوض الملقحة نيابة عن أنثاه، فما هو؟ سمك القرش، الهامور، السردين، فرس البحر. تعتقد في معك 8000 ريال، إذا أخطأت في الإجابة بترجع ل 1000 ريال، إذا جاوبت صح بصيروا 16000 ريال. فيك إذا محتار كثير ما بدك تجازف، فيك تاخذ 8000 ريال. سمك القرش. سمك القرش؟ نعم. سمك القرش يعني الشارك هو بيحمل البيض؟ ولا أنا أول مرة بسمعها هذه؟ في معك 8000 ريال. فرس البحر ما يبيضش. السردين بيهاجر عشان يبيض في محلات أخرى. بس السؤال هو: من ذكور الأحياء البحرية لكنه هو الذي يحمل البيوض الملقحة، يعني ما بنعرف إذا بيبيض ولا لا، ولكن هو بيحمل البيوض الملقحة نيابة عن أنثاه. يبقى عنده أنثى بس هو بيحملها البيضات. في معك 8000 ريال. هذيك الصغيرة اللي هناك موصياني انسحب على طول، ما فيش. خلص امشي مثل ما بوصيك، لانه وقتك راح تروح القروش. ليه؟ مضبوط، راح تروح القروش. السردين والهامور. طيب السردين يهاجر الى اعالي الانهار عشان يضع بيض. اللي بعرف انه السردين بيهاجر هجرة عشان يضع البيض بتاعه، بس ما اعرفش اذا كان هو اللي بياخذ البيض الذكور او الاناث. انا ما بقدر اساعدك ابدا بقى. باخذ 8000 ريال. بتاخذ 8000؟ بتاخذ 8000. ما بلومك لانك ما عندك فكره ابدا عن السؤال. مع انه هو سهل بس انت ما عندك فكره ابدا عنه. بالذكور تاخذ 8000 ريال. بنحييه تحيه كبيره للاخ محمد.
فإذا نحن مملومك لأنه ظاهر ما كان عندك فكرة أبدا عن أي من هذه الأجوبة. أنت مصر كنت على سمك القرش، وأكيد سمك القرش كان قرش لك كل القروش. فكرت بالهامور السردين، بس استبعدت كتير فرس البحر. خلينا نشوف شو هو الجواب الصح. فرس البحر هو الجواب الصح يا أستاذ محمد. فرس البحر هو الجواب الصح. من هنيك مبروك عليك، 8000 ريال أحسن من مشي، لأنه على الوقت 8000 ريال مع الأخ محمد فايق حسن من السودان. نشكركم، بشكر كل الحضور. بحب ذكركم مشاهدينا الكرام أنه اليوم شارك معنا بهالحلقة علي الهذال من الكويت، ربح 1000 ريال بعد ما كان وصل ل 16000 ريال وتراجع هيك فرض ضرب. كان معنا نجوى ملاك من مصر، ربحت 32000 ريال بعد ما كانت وصلت كمان ل 64000 ريال ورميت 32000 ريال لأنه حبت تجازف. معنا كان الأستاذ محمد فائق حسن من السودان من الخرطوم، وصل ل 8000 ريال وقرر أنه ينسحب لأنه ما كان عارف شيء عن السؤال مثل ما شفته هلا. بدي اطلب من الجمهور تحية كبيرة للأخ محمد. بشكركم جميعا، نلتقي ان شاء الله بالحلقة المقبلة.